السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا متابعي قناة أثاث الثقة. الآن خوتنا رانا في الشوروم تاع محل أثاث الثقة. اليوم راهو حاضر معنا الأخ محمد، الأخ محمد من تيبازا اللي استفاد معنا البارح من العرض تاع لا شومبر جولد في الكاتبورت وداها بأن بري بروموسيونيل خاص بالبث المباشر. يعني في كل بث مباشر أثاث الثقة راه يدير لكم دو شومبر في البروموسيون، يعني الاول برك اللي يتصل يعني نديرو اون شومبر نقصولها لو ماكسيموم تحت راس مالها، والاول اللي يستفاد والاول اللي يستفاد هو اللي راح يستفاد من هذيك لا شومبر هذاك اليوم. اخ لو تحكي لنا على المومون كيفاش عيطت لنا وكاع. يعني عيطت لكم، درت على المباشر، كنت نشوف في اللايف على 9 تاع العشيه، على 9 تاع العشيه على المباشر، وشفت خونا عبد الرحمن يعني كان كي كان يوري في الشلابور وكامل، يا اخي عيط له الله يبارك، عيط له في على المباشر، والحمد لله يعني وربي بالبركه عليك ان شاء الله. الله يسلمك خويا. للمعلومه فقط خوتنا، البارح كنا على المباشر عفويا، جات اداره محل اثاث الثقه وقررت انها دير تخفيض في دو شومبر امبري، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والاخ محمد كان من اول المستفيدين من هذا لا شومبر موديل جولد في الكاتبورت. وين تنزورك الاخ محمد ان شاء الله؟ غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله نجيو لك تيبازا ان شاء الله. تيبازا مرحبا بكم، الله يعطيك الخير، مرحبا بكم، وجدنا على نتايا تو ما كحتاجش. الله يحفظك، مرحبا بكم ان شاء الله، الله يعطيكم الخير، الله يسلمك. بالمناسبه خوتنا نباركوا المستفيد ثاني تاع لا شومبر رازان اللي راح يزورنا ثاني في اسرع وقت، ولا نزوره لما لا. خوتنا ترقبونا يوميا على 9 مساء في ان لايف، ان لايف اللي راح يكون بلان دو سيربريز، فيه بوكو دو سيربريز خوتنا. نشكركم على المتابعة والسلام عليكم.